بعدني واقف مطرح ما بلشت من المرة الماضية أحكي عن القضية أو النضال هل أنا عم بناضل كرمال قضية وشو هي هالقضية بدي كمل اليوم توقف عند فكرة يمكن بترجف حقيقة يا ترى أنا قضية بيشتغلوا اللي عندهم مخططات بيشتغلوا علي أو أنا عندي قضية بيشتغل عليها يعني رح ارجع عيدا لانه شيء مهم نفتح دينينا منيح وندور عينينا هالدور انا بيشتغلوا علي تاخذوني مطرح ما بدهم وما مش رح اقول مين يعني كل واحد بيعرف بمطرح ما هو موجود بحس انه عم بيشتغلوا عليه او هو عنده قضيه بيشتغل عليها ومش ضروري يشتغل على الانسان يعني بمعنى استغلاله وقت نقول انه حدا بيشتغل علي يعني عم بيستغلني، يعني عم بيستعملني، يعني عم بيديرني عم مثل ما هو بده، يعني عم بخليني افكر مثل ما هو بده، عم بخليني اعمل اللي هو بده اياه، هون بيجي دور الاعلانات تخليك تفكر مثل ما بيقول لك الاعلان وفي ذكاء وحكينا قبل مره عن الموضوع وهيك بحولوني انا الموضوع يلي بدهم ياه وبدهم ياني أنا أوصل للمطرح اللي هني بدهم ياه، بس الإنسان المسيحي والإنسان بكل معنى الكلمة هو صاحب قضية ما بيش ما بيقبل حدا يشتغل عليه يدايره مثل ما هي لانه كل واحد منا هو مخلص بدم يسوع يعني يسوع دفع الثمن مش تيكون سهل مين ما كان بياخده وبيجيبه مطرح ما بده وبأنعوا بافكاره وبأنعوا ب... بالبضاعه اللي عم بيروجها وبيستعمل هالانسان بيستعملني كرمال تا يمشي شغله هو القضيه اذا انا هالقد غالي وثمني غالي وكمسيحي ما بقبل اسمح لحدا يستعملني وكون انا قضيته يعني يستعملني الاستعمال الاشياء بنستعملها مش الاشخاص شخص يحب ويكرم وقلت قبل مره واما الاشياء تستعمل ولما بخلص منها بكبها اما الانسان لا يرمى كانك عم ترمي شغله من هيك خطوره اللي عم نتعرض له بهالمرحله من التاريخ انه يعني عم نتحول من اصحاب قضيه وعم بحكي مسيحيا كمسيحيين عم تحول من اصحاب قضيه لناس هن مستعملين قضيتهم ومبارح حتى كان في حدا عم يحكي عن كيف يعني كيف صاير منطق التعامل مع الاجيال قسموا الاجيال لثلاثه اربعه والاخطر الجيل اللي طلع يعني بال2005 2006 مع انتشار السوشيال ميديا كيف هذا آه الجيل ما بقى ابدا بيشبه الاجيال اجيال امي وبيي ستي وجدي لا بانسانيتهم ولا بنضجهم ولا بقيمهم ولا بايمانهم ولا بانسانيتهم يعني لما طفل ولد ولادي بيقعد كل الوقت والتليفون بايده شو بده يصير بده يصير مثل هالتليفون بمشاعره بأفكاره بنمط بطريقة التفكير مش هيني قديش عم تستعمل هيدي الوسائل طبعا في ناس كتير بالمقابل عم بيستعملوها للمنيح أنا كل يوم بقرأ الإنجيل بتلفوني أنا كل يوم بيصلي خبر حلو من الأشخاص كل يوم بقدر أتواصل مع حبايبي وأصحابي ونعيش لحظات حلوة ونصلي مع بعضنا وعنيت بعضنا أكيد الجزء اللي عم يعني اللي عم بيستهدف المستهدف خلينا نقول الجزء المستهدف من البشر هن الاطفال من تفتحت عينيهم للوقت يلي بصيروا هن بيصيروا مسؤولين عن افكارهم وعن سلوكياتهم عن خياراتهم استهداف فظيع لهالفئه من البشر لانه ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم وبيقبلوا كل شيء بشوفوه وبيسمعوه وهل كنت عم بقوله انا عندي قضيه بشتغل عليها ولا انا صرت قضيه لغيري يشتغلوا فيي يشتغلوا فيي ويستعملوني كاني انا شيء ولست شخص ليش شو اللي بخليني شو الدافع اللي بخليني كون ما اسمح لحدا يستعملني لانه في حدا دافع تمني يعني مثل واحد بيشتغل بيشتري شغله ما بيعطيها لمين مكان اذا اشترى تليفون جديد حاطط حقه بلوي حاطط حقه مبلغ كبير ما بيعطيه لاولاده بقول له هذا حاطط حقه كثير كيف بدك بركي وقعته بركي كسرته بركي نزعته كم بالحري كل واحد منا مدفوع مدفوع ثمنه دم يسوع كيف بترك حالي حدا يديرني من إلا مانيبيولاسيون او مانيبيوليتد يعني كيف بي بي يعني بيستعملوني بيصيروا يديروني مثل ما هن بدهم هذا عالم اليوم واقعين فيه بين ناس بتناضل كرمال قيمه الانسان وكرمال اه الهنا يضل ممجد ومعظم وهو السيد المطلق على على البشر وعلى حياتهم وبين ناس بي يعني بيحاولوا بكل الطرق وبكل الوسائل، مش بس هيك بيدفعوا مبالغ كرمال نصير معتقدين اللي هن بيقولوه، يعني ما في الله تنقول، او انه شو الانسان، طيب ضروري تكون صبي؟ انت فيك تكون اللي بدك اياه مش ضروري تكون صبي بيخلق صبي، مش ضروري تكون صبي، مش ضروري تكوني بنت، فيك تكون كلب، فيك تكون بسين يعني هيدي قديش عم ينفت عليها مصاري كرمال ضرب هالاجيال وهيك بقول الام والبي وين قضيتهم وين قضيتكن انه شو باي تحت اي حجه بتقولوا او بتتركوا ولادكن كل النهار على التليفون او على الايباد او على وسائل التواصل ولدرجه نحن اجيال لما بقى نعرف نحن ما بنعرف فيهم، يعني انا مش كثير بعرف استعمل هذا التليفون، بس اكيد ولد عمره سبع سنين بيعرف اكثر مني، بيعرف اوقات بيسال انا حدا اصغر مني اولاد خيي ولد اختي، دخيلك في الشغلة مش عم بعرف اعملها، بيجي دغري تيك 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 بيعملها، دغري بفوت بيكبس كبستين بيمشي الحال. خطوره الموضوع انه بطل عنا قضيه، ورح عم برجع بكرر الموضوع، بطل في نضال، مش عم نناضل، عم نستسلم بسهوله. يعني قديش بدّى الواحد يعرف يرجع بعينين يسوع يشوف حاله يشوف الوجود يشوف كل الموضوع يعني وقت شاب وصبيه بيتجوز وصار عندهم قضيه صاروا عم بيناضلوا كرمال الحياة وشاركوا الله بالخلق يشاركوا الآب الخالق لما بينجبوا أولاد يعني هن مشاركين للآب بالخلق سلمن هيدا السلطان مش بعد شوية انه ما فيش لزوم يكون في شاب وصبية يكونوا شباب يكونوا بنات يكونوا بسينات يكونوا كلاب وهي عم تنقال هيك بكل وقاحة عم تنقال نحن بعد فينا ننام بعد فينا نطنش بعد فينا نبرم ظهرنا ونمشي قدام هيدا الشيء او مش شايفين بدي ضلني ناضل كل يوم تضلني شايف تضلني قاشع بس بدون ما اكون مرعوب بدون ما اكون قلقان لانه انا يقولني الروح القدس وكل مره ببرم ظهري للروح القدس اكيد رح افوت بالحائط يعني رح اخسر رح الاقي حالي بمطرح ما بقى في ارجع منه من هيك كل حدا منا عم بيشوف كل واحد منا بيحتاج للروح القدس يقودوا هيدا دور الروح القدس يقودني يقود كل حدا منا تما يروح على الموت يروح على الحياة وهيدي تحرز انه الواحد يناضل انه الواحد يكون رايح على الحياة مش رايح على الموت تشوف شو الفكرة اللي كنت مسجلة بعد عم بكون انا القضية اللي عم بشتغلوا عليها ولا انا قلناها هيدي قلناها يا سامي غيرها غيرها انا وسيله ييه ولا انا هدف ياه هيدي بتشرقت انا وسيله بيستعملوني يعني تا يوصلوا او انا هدف يعني انا بعيش آه يعني كرمال شو وقت اللي بدي اعيش وحرز يعني ولحقت وخلقت انا وسيله بيستعملوني او انا هدف ونحن بالنسبه لإلنا الاب الخالق الانسان كان هو الهدف ولا مره الله الاب استعمل الانسان يكون هدف لبل هو يعني قدم حاله مش بقول استعمل حاله يسوع قدم حاله على الصليب بهدف خلاص الانسان يعني الانسان كل واحد منا كان الهدف بالنسبه للاب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كل واحد منا هو الهدف بالنسبه للاب ما في حدا منا رخيص ما حدا يقبل يكون وسيله يستعمل لا بهود الوسائل ولا بغيرها ولا بيع... بشو ما كان ولا بالشي اللي رح نكتشف انه صار موجود مع الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي يعني عم نحط قدام تحديات كبيره بس نحن راسنا دائما مرفوع غالبين بالذي احبنا يسوع غالبين بالروح القدس يلي بيقودنا نحن محدودين بعقلنا وبفكرنا يمكن وبخبراتنا بس الروح القدس بيفتح حياتنا على الابديه بيفتح حياتنا على حياه ابعد من الحياه اللي عم نعيشها هون بيبعت بي يعني بيفتح حياتنا على قيمه قصوى قيمه مطلقه ما في حدا بيقدر يعطينا ياها بدنا نتذكر مدفوع تمنى دم يسوع نحن غاليين منا رخاص حتى حدا يستعملنا مثل ما هو بده وبدنا نضلنا شهود القضية الأهم أنه نشهد يسوع يلي عطى للإنسان قيمته ومعنى وجوده